نقل معنا كالعادة مريم التوكبري أخصائية التغذية. صباح الخير مريومة. صباح النور. سافا في فورما. الله عايشك لاباس. على قريب نرجو إلى نظام الحصتين في الخدمة. بون هذا مش ملناش نحن تقريبا ديما في نظام الحصتين. نحكي لكم اليوم كيفاش ننظموا الوجبات نتاعكم ماكلتكم وتكون صحيه في 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 الخدمه. كي نبداو في الشونس يونيك في الصيف براتيكمون العباد الكل تكمل خدمتها تروح لديارها ولا يخرجوا لبرا باش ياكلوا، لكن كي ترجع بنظام الحصتين اوني اوبليجي باش نهزوا الماكله نتاعنا. علاش نقولوا نهزوا الماكله نتاعنا؟ لانه دو بريفيرونس تاكل حاجه طيبتها في دارك تكون صحيه خير من اللي فاست فوز والماكله لبرا وتحمي الصحة متاعك. هذا هو موضوعنا اليوم مريومة، كيفاش ننظموا وجباتنا الصحية كي نرجعوا الخدمة للعمل. الساعة ثم عبيت تعمل ابتداج متاعها في الدار ثم وهي ماشية في الثنية وثم اللي في الخدمة، دونك خلينا نحكيوا على اللي في الخدمة شنو نجم نهزم بهما ثلاثة ما يقلقوش. معناتها ديما نحبوا نسهلوا أما تقعد الأولوية للتغذية السليمة. أكثر حاجة معناتها مهمة راهو باش نبداو بها نهارنا هي فطور الصباح بالنسبة للناس اللي مستنسين يفطروا. معناتها مش باش نجيو للناس اللي ما يفطروش ونقول لهم افطروا بالسيف، يعني كل واحد يتبع العادات نتاعو. أما لا كومبوزيسيون هي اللي عندها الأهمية الكبيرة. دونك لهنا باش ناخذوا قهوة وحاجة حلوة مثلا بان شوكولا ولا كروسون ولا كيك من الشارع هذاك ماهوش صحي كيولي كل يوم. معناتها في مده ينجم يعطي زياده في الميزان، ينجم حتى يعطل عمليه الهضم، ينجم يعطي شويه كدوخه والنوم اللي بعد الماكله الصباح. معناتها تلقاه قام ناشط ياخذ قهوته وياكل حاجه بعدك ربيع ساعه باش يفشل ويحب ماذا به يتكى ولا يحب يرتاح شويه ولا يبدا ما عندوش النشاط اللازم. هذه راهو سرعه امتصاص السكر في الدم اللي تجينا من الحاجات هذيك الصباح هي والا يعاود يجوع في ساعه والا يعاود يجوع في ساعه هذاك مؤكد. معناتها مع العشاء لحدش باش يعاود يجوع ولهنا التنويشه هذيك زاده باش تكون ماهيش صحيه. ودونك لهنا باش ندخل معناتها في يعني ديزيكار اللي هما ماهمش باهين. دونك نقولوا فطور الصباح اللي هو باش يكون الحليب نتاعنا قهوه حليب ولا حليب معناتها ومعاه حاجه جو بريفير ديما يا اما نهزوها معنا من الدار والا نشريوها من الشارع اللي هي تنجم تكون كعبه ياغورت طبيعي، تنجم تكون كعبه غله، تنجم تكون معناتها حاجه نهزوها معنا تختين خبز وشويه جبن مثلا اذا كان في الدار نعدي بشويه الزيتونه. الحاجات هذوما راهم يشبعونا بالكدا يعطيونا الطاقه اللازمه وفي نفس الوقت يخليونا ناشطين. معناتها ما يجيناش الفشله نتاع الصباح. باهي اوكي، دونك نقعدوا في فطور الصباح ما يقلقش انك تاكل حلو والا مالح والا اذا بدنك ما يتقلقش خاطر ثم عبيد راهو تحب الملح والحار على الصباح يا ربي. اي هو هذاك ينجم يتبع بالعكس النظام الغذائي نتاع اللي نسميوه معناتها الكرونو نيوتريسيون اللي هو يتبع بالضبط الهرمونات نتاع البدن في كل وقت فما هرمونات معينه شنو نجموا نعطيوها. دونك من المستحسن ناكلوا مالح الصباح الصباح معناتها نرجعوا اكثر للاملات مثلا عظم جبن يعني الخبز بطبيعه هذاك حاجه معناتها محب الحاجات نتاع قبل اللي كانوا مثلا يعملوا عجه الصباح والا محمصه ولا حاجه كيما هكا ما تقلقش بالكل. اما مش حاره بطبيعه على الخوي لهنا كي نقولوا مالحه معناتها حاجه تكون طيبه مالحه. بالعكس يعني نشوفوا احنا جدودنا قبل كانوا ياكلوا الحاجات هذوما الصباح ويعدي نهار كامل معناتها العمل نتاعو يتطلب مجهود بدني كبير وتلقاه في معناتها ناشط ومعناتها اموره واضحه. دونك لهنا الملح راه ما يقلقش بالعكس يشبع وننصح به انا حتى في النظام الغذائي معناتها يشبع ويقنعك لين يجي نصف نهار وين ناخذوا احنا البوز نتاعنا والماكله شنو نجموا ناكلوا في الخدمه. خلينا نبداو بالعبيد اللي تهز معاها ماكلتها من الدار. هو هذاك احسن حاجه اللي يهزوا معاه مدى. هوني نحب نقولها يوسفي باش تهز معاك مدى ديجا ماكله نظيفه. معناتها نبداو باول حاجه ماذا بينا ديما عمليه الحفظ بالطبيعه معناتها تكون محطوطه في السجيتير معناتها لوبو اللي باش نحطوا فيه يكون صحيح على خاطر 90% بون مش 90% براتيكمون 100% اللي هو العشاء نتاع البارح مش تقوم الصباح باش تحضر بالضبط العشاء نتاع البارح. دونك لهنا معناتها حتى في طريقه التحضير نتاعو يلزم تكون بطريقه سليمه باش ما يفسدش الفطور هذاك خاطر نتعرض برشا حتى معناتها اللي كانوا يخدموا معايا قبل يفسد الفطور نتاعهم يجيبوا فطورهم ويتعبوا فيه كل شيء يفسد ومن بعد يلقاو روحهم باش يشريو مشاع. دونك لهنا مهم جدا انها تكون نظيفه وتتحط في السجيتير اذا كان ماكله طابت في ظروف سليمه وتحطت في السجيتير. خلينا نحكي كيفاش نحفظوا الماكله بربي، نحكيو حتى على الاواني يعني شنو نحطوا بالضبط، درجه الحراره كيفاش تكون، ثمش انواع مواد حافظه نعملوها مثلا في البابي المنيوم ولا حاجه اخرى نلفوها باش تبدا تحافظ على القيمه الغذائيه وما تفسدش. هو طيبها باش يكون عادي معناتها اللي نعرفوه كل واحد كيفاش يطيب. بعد يزمو يبرد في حاجه كبيره حاجه واسعه مش في البلاستيك على خاطر فما برشا اواني بلاستيك اللي هي مع الحراره نتاع الماكله تنجم تصيب شويه ترسبات نتاع البلاستيك في وسط الماكله وبالتالي باش تولي مضره بالصحه. دونك لهنا يلزمها تبرد في معناتها لو بلان نتاعها لو بلاتو نتاعها العادي هذاك نعبيها وقت تبرد ومن بعد نحطوها في الفريجيدير ديريكتومون مسكره ما يلزمهاش تكون عيانه خاطر فما برشا فريجيدارات راهم اوميدز الهوميديتي هذيك معناتها ميليو فافورابل تكاثر الجراثيم.
دونك تتغطى باش لوميديتي هذيك ما تمسش الماكله نتاعنا، بالطبيعه باش نخرجوها اخر وقت وقت باش نخرج نمشيو نخدموا. والحفظ نتاعها باش يكون في بلاصه بعيده على الشمس وبعيده على السخانه. حتى كاين باش الناس يخدموا ما عندهمش فريجيدير باغ اكزومبل، ينجموا يحطوها بحذاهم في البيرو. ليسونسييل ما تكونش في اشعه الشمس. وفكره غلطه انه باش نشوفها على خاطر يهزوا البون نتاعهم ويحطوه في الشباك باش تتنحى البروده نتاعو باش ينجم ياكلوا على خاطر ما عندوش فاش يسخن. صحيح. دونك لهنا وهذاك ماهوش به على خاطر اشعه الشمس والضوء في حد ذاتهم راهم الى الزافيكت الماكله وتولي تنجم تفسد والا تنجم حتى ما نفيقوش بها لا بالريحه لا بالمطعم. اما راهي تنجم تضر لنا صحتنا. هذا من ناحيه كيفاش نحفظوها. ماذا بيا نبعدوا على الالومنيوم الانتيرم. الالومنيوم كيف كيف يسيب ترسبات اللي هو الالومنيوم في الماكله نتاعنا واللي هو نجم يعطي عده امراض فيما بعد. خاطر جينيرالمون طيب حاجه شايحه ولا حاجه في الفور مثلا حوت ولا لحم ولا تعمل سكالوب دونك نلقاهم جينيرالمون يتلفهم في بابي الالومنيوم تقول لك مش هو سخون. ماذا بيا يبرد ومن بعد نلفوه. ديما راهو الكونتاكت مع حاجه سخونه هو اللي ماهوش به. من المستحسن معناتها يتغطى بمنديله عاديه والا معناها يعني فما حتى اللي يبيعوهم كي تبدا هكا مقبه شويه تخلي الهواء يدخل وفي نفس الوقت على الحشرات والا على الغبره ولا اللي هو تكون محميه الماكله. اما مش وهي سخونه باش نحطوها في حاجه الومنيوم. البلاستيك ما يقلقش نجم نهزو فيه معناتها مش باش نقولوا نهزو في البلا كما مغزين ماهوش براتيك للناس خاصه اللي فما في لي غران سيرفاس برشا انواع ديجا تلقاه بلاتو ديجا فيه وين تنجم تحط البلا برينسيبال وين تنجم تحط الديسير هذاكم يسهلوا لهنا في الكومبوزيسيون جوستومون راهو نحب ديما نسهل معناتها في الوجبه متكامله شنو فيها يا اما خضره والا غلة اللي هي تعطينا الياف تعطينا الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي يستحقها البدن. دونك مش بشرط هي باش نهزوا سلطه كعبه غله تكفي معها النشويات ما ننساوهمش اللي هما يا اما خبز والا كسكسي ولا مقرونه ولا روز حاجه ولا عدس فول حاجه تعطي الطاقه. النشويات اللي هي فيها نشاء. والحاجه الثالثه اللي هي البروتيدات. هون البروتيدات نجم تكون حتى البن نجم تكون كعبه بيضات نجم تكون كعبه عظم مصموطه. مش بشرط هي بالضبط جبن ابيض معناتها من المستحسن. مش بشرط هي باش يكون سكالوب ولا حوت ولا لحم. معناتها نجم حتى اللي ما يهزش معاه يقف في عطار باش ياخذ مثلا شويه خبز البن هذاك معناتها باكل بن وكعبه تفاح ولا كعبه موز ولا يمثل وجبه متكامله احسن تشبعوا خير من اللي باش ياخذ ساندويتش والا معناتها سورتو نعرفوا الاسوام غاليه اذا كان كل يوم باش ياخذ ساندويتش باش يولي برشا. هذا راهو معناها فالابل كوسوسوا ناس كبار والا حتى اللي يقراوا معناتها في المكتب ولا في كوليج ولا في ليسي انهم يشريوا حاجه شاي. سي بيان كي معناتها تقول لي معناتها حليب وخبز وكعبه غله راهو يمثل وجبه يمثل وجبه كامله ما تخافش على صحتك معناتها باش تشبعوا باش تقنع ومفيد للصحه نتاعك. بالضبط وسهل معناتها نشريوها يعني ونظيف بالضبط الاسهل معناتها اسهل حاجه. باهي سينو اكا التنويش في وسط هذا اللي يقلق واللي يسمن واللي يبلبز اللي يعمل تبلبيز الكل في الخدمه اللي خدمته يبدا ما يتحركش فيها برشا اورديناتور بيرو وكلق جر جار جينيرالمون مع الاوراق والستيلوات تلقى مع حاجه اخرى. بالضبط هو هذا اللي ماهوش باهي وهوني نحب نكون اي يكون ان ترافاي دو جروب هما الزملاء هما اللي يحضروا على بعض. يكروا عليكم. بالضبط دونك لهنا معناتها ماذا بيا نقول معناتها عمل للمجموعه الكل انهم يولي التنويش نتاعهم صحي معناتها باش يكون شويه لوز شويه كاكاويه مثلا غله شايحه كعبه غله ما يصيرش هذوما حاجات معناتها يقعدوا في البيرو حتى ثلاثة اربع ايام وهذوكم اللي يكونوا التنويشات نتاعنا والا اذا كان نحبوا نتنوشوا تكون حاجه صحيه تكون حاجه معموله في الدار. ساعات فما زميلات معناتها يطيبوا حاجه ويحبوا يذوقوا ما يصيرش نجم ناخذ من عندها الحاجه هذيك اما ناكلها في وقت اللمجه نتاعي مش على اوقات الكل. فما برشا زياده في الميزان قاعده تصير في تونس بالنسبه سورتو للناس اللي كملوا قرايتهم ودخلوا يخدموا مع كهرباء مع انسان ما يتحركش مع التنويش هذاك في الخدمه يقول كنت نقرا كنت نتحرك نحرق توا وليت عندي زياده في الميزان خاصه في بالنسبه للبنات والنساء اللي في عمرهم معناتها الانجاب بين 25 30 سنه ويزيدوا برشا في الميزان. دونك نودوا بالنا راهو حاجات نتاع كل يوم هما اللي يخليونا نحافظوا على الميزان نتاعنا ونحافظوا على تغذيتنا وعلى صحتنا سورتو. باهي هو حتى ما مش من اختصاص اختصاصك مريوم الكرش جينيرالمون اول حاجه تكبر الكرش من القاعده في الخدمه وكي نرجعوا نخدموا برشا سوايع. هوني نجموا نحكيوا في التغذيه شنو الحاجات نبعدوا عليها؟ المشروبات الغازيه لازم بالضبط الحلو الشوكولا الحاجات اللي نجم تعملنا الدهنيات اكثر واسرع في منطقه البطن. بالضبط اللي هما المشروبات الغازيه اول حاجه على خاطر بخلاف الحرارات الزايده اللي تعطيها وبخلاف السكر اللي تعطيه ما فيهاش منفعه بالكل وفي نفس الوقت راهو الغازات هذوكم اللي احنا ناخذوهم راهم باش يحلوا المعده الفوليوم تاع المعده باش يكبر باش نوليو نحسوا احنا ديما جيعانين وديما نحبوا ناكلوا تكون كميه صغيره قبل كانت تشبعنا تو نوليو نحبوا نزيدوا كان قبل ساندويتش ما نكملوهوش تو نوليو نكملوه. دونك هذيك على خاطر المعده وساعات الشوينغوم اللي بينات الاوقات الماكله والكلام في نفس الوقت نقعدوا في الشوينغوم عليه خاطر يدخل برشا هواء
اللي هو سورتو قبل الماكله باش يجوع باش يخلينا ناكلو اكثر. دونك لهنا راهم العادات السيئه ان ناخذ ديما شوينغام نبداو نمضغوا فيه في الاوقات الكل. اللي يحب شوينغام خير انه ياخذوا بعد الماكله بالضبط، يعاون على الاقل على الهضم وتكون المعده معبيه وقتها. اما كل الوقت الطويل اللي احنا نمضغوا في شوينغام هذاك ينجم يكون سبب من اسباب الغازات وظهور الكرش. اي حسيتك بهت شوي. اي هو اي من العادات السيئه. نعرف اللي يقول لك شوينغام او حتى اللبان تقول لك حتى ماتنا قبل يهضموا به الماكله. اوكي اما في باليش اللي هو ينجم خاطر تبدا انت تتحرك معناتها في فمك دونك يدخل برشا هواء دونك تعمل غاز دونك هذا اول مره نسمع. فوالا تعمل غاز وفي نفس الوقت راهو تعمل افرازات نتاع المعده خاطر المعده تستنى انه فما ماكله باش تجي. الوغ هو ما فماش ماكله هذاك ينجم يخلي الجوع يزيد ويخليك تنوش اكثر من الاوقات. وينجم حتى للناس اللي عندهم برشا الغفلو وعندهم برشا ارتجاع الحامض هذاك الحمض راهو يزيد يكثر لهم معناتها الغفلو هذاك. دونك نودوا بالنا وبطبيعه ماكله ما تكونش دهنيه برشا. النوم مهم جدا انه نرقدوا معناتها الساعات نتاعنا الكامله باش نعرفوا احنا رقدنا بالكدا كي نقوموا الصباح ما نستحقوش القهوه الكحل. هذا باش نعرفوا اللي احنا رقدنا وانا ريكوبيري وقمنا ناشطين. راهو هذيك تدخل في العادات زاد كيف كيف. دونك لهنا النوم الناس اللي عندهم نقص في النوم والا ما يرقدوش والا يسهروا برشا هما اللي يظهر عندهم الكرش. مربوط ببعض خاطر فما هرمونات اللي يزيد الافراز نتاعها. والافراز هذاك يخلي الكورتيزول سورتو نتاع الصباح الافراز هذاك هو اللي يخلينا نتنشوا في النهار هو اللي يخلينا ستريسي والستريس باش نعملوا كومبونساسيون بالماكله والماكله هي اللي باش تزيد في الميزان. دونك لهنا كيف كيف راهو معناتها كي نقولوا ايجين دو في في النوم في النشاط البدني نتاعنا وخاصه في التغذيه. علاش ساعات يقول لك راهو النوم يشبع راهو النوم عباره من ماكله قد ما ترقد برشا راهو بدنك تو ما يشبع بحاجات باهيه معناتها ناتشورال. انت ما ترقدش برشا باش تبدا ستريسي باش تاكل ومنها والقلق هذاك يكون. نظام الحصتين تو احنا من الاول نبداو مازلنا الدنيا سخونه ومازال صيف براتيكمون تتعدل الامور شويه في في الشتاء لكن باش تخرج من مازلت في صيف ورجعت تخدم في نهار في نهار كامل شنو الحاجات اللي ما ناكلوش برشا جينيرال مخاطر سخانه وثما بيروات ما فيهمش كليماتيزور دونك قلق نشربوا برشا برشا سوائل دونك هوني نحكيو على الماء والا جو والا ما نعرفش شنو الحاجات اللي تنجم تعصرهم تخدمهم انت باش يقنعوك مش ماكله ما باش يرويوك من العطش. دونك لهنا الماء ما يعوضوا حتى شيء معناتها على الاقل ايتا ونصف النهار يكونوا موجودين على خاطر هذاك اللي يعاون باش احنا معناتها نترويو بالكدا وفي نفس الوقت يخرج التوكسين سموم البدن الكل. وفي نفس الوقت نجموا نزيدوا سوائل اللي هي مثلا تكون كوكتيل شنو فيه نجموا نحطوا فيه كعبه بنان اللي هو يعوض الغله والا الخضره اللي قلنا عليها كعبه ياغورت والا شويه حليب. ولو انه هذا يستحق انه نحفظوه معناتها في حاجه معناتها بلاصه بارده مش بلاصه سخونه. ونجموا نزيدوا فاكهه نجموا نزيدوا كعبه غله اخرى من نوع اخر نجموا نزيدوا زبيب حاجات اللي هما معناتها يقنعوا فيهم سكريات خاصه خاطر نعرفوا مع جوع الخدمه معناتها بنظام الحصتين برشا ستريس وبرشا تعب والوقت باش يطويل خاصه العشيه. دونك الحاجات هذوما راهم يعاونوا بالكدا باش يقنعونا وخاصه باش يحافظوا على نسبه السكر المعتدله. هذايا كي احنا نوصلوا لاخر العشيه نكونوا شبعانين عملنا حاجات يعني شربنا حاجات صحيه وما فيهاش برشا سكر راهو يعاوننا باش ما ناكلوش برشا في الليل. خاطر شنو اللي يصير هو في الطبلبيز توا نتاع نظام الحصتين باش نعملوا طبلبيزه في نص النهار اللي هي ماكله نتاع الشارع ومازال الريتم نتاع الصيف ان نسهروا ونتلموا معناتها في الليل باش نزيدوا ناكلوا برشا في الليل. دونك لهنا نوضوا بينا نقسموا الوجبات نتاعنا على كامل النهار احسن من اللي وجبه برك. دونك فاتيكمون ممكن نعملوا اربع ولا خمسه وجبات نجمون نوصلوا صغار اي لوم جيت هو في النظام هذا معناتها الفطور الصباح كان تفطر مع نصف النهار تروحش الخمسه نتاع العشيه تحب التنوش وتاكل جينيرالمون العشيه نتاعك باش تؤخروا للعشاء لل11 وكان حبيت تعمل قوى البرة مع حاجه حلوه تعاود ترجع بالحق تخاتيكمون خمسه وجبات. دونك على هذيك نقول لك الشتاء تظلم الدنيا في ساعه ترقد دونك وقتها تشبع بالنوم. يعيشك مريومه ميرسي بوكو على النصائح هذه الكل يعطيك الصحه مختصه في التغذيه ان شاء الله نهارك زين يا لذا. يعيشك وانت بالامثال يعيشك ونختموا باسعار الخضره والغله والجو والمره